بدينا في دبي، لازم 38 مشهر. بدينا مع حسين بن محفوظ وابو فله، وسافرنا الاردن وقابلنا صبا شمعه، بان عليان، محمد نبيل، وسام قطب، احمد العمري، وعمر رمال، ومحمد صبار. والحين رايحين نحضر المشهور العاشر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم ريان جديد جايب لكم مقطع جديد. في هذا المقطع احنا الحين رايحين نحضن شخص، اتوقع عرفتوا من هذا الشخص. اسمعوا، اللي تابع السلسله، اللي تابع حلقه امس اللي هي كانت مع وسام قطب، يعرف احنا رايحين نحضر مين. فلا تنسى لايك والاشتراك، ويلا نستنى السياره نركب ونروح نحضر. طيب يا عيال، الحين احنا ركبنا السياره، فرايحين يبغى تقييمها ابو 25 دقيقه ونوصل، فان شاء الله نوصل بالسلامه، وان شاء الله عجبتكم المقاطع. كيف كانت المقاطع شباب؟ قاعد احاول اطور الاديت والثمنيلات لانه انا كل شيء اسويه، فان شاء الله كل شيء عجبكم. ف يا لا تنسى لايك واشتراك، ونحاول نوصل رقم كبير، ويعطيكم الف عافيه، وصلوا على النبي. ويلا خلينا نروح يا عيال. احنا الحين وصلنا، الصراحه ما ادري انا وين، قاعد نستنى لين ما ينزل، ما راح اقول لكم من هو الا ما تشوفوه. فلما حط لايك حط اشتراك وخلينا نروح. والله ما ادري انا وين. يما اسكت، حبس قاعد في العمود يا ويلي. طيب يا شباب، خلينا نسولف معاكم. ان شاء الله الكاميرا كويسه، كل شيء تمام، فهمتوا؟ والله مره مبسوط، الحمد لله. الله يسعدكم كلكم، وشكرا لكم على كل شيء. وشباب، اي فكره اي شيء اكتبوا لي بالكومنتات، او ارسلوا لي بالانستغرام، راح نسوي باذن الله. يلا كل شيء نقدر نسويه، ويمكن بعد ايام نسوي مقاطع معاكم. فحساباتي تحت انستغرام، سناب شات، تويتر، كل شيء تعالوا تحت، ونجي نسوي مقطع مع بعض ان شاء الله. هلا هلا والله، كيف الحال؟ والله الحمد لله تمام، عادي يا رجال. والله الحمد لله، الله يسعدك. كيف الحال؟ ايش حاب تقول لكم؟ انا حاب اقول لك انه انت زلمه كثير كثير محترم، وانا كثير بتاسف لك، قلت لك بكره وبعده، لكن والله تصوير المسلسل هو اللي غلط. والله الله يوفقك يا حبيبي، ان شاء الله يكون عارف انه حيكون احسن مسلسل. يا رب ما تقصر يا حبيبي، يا حبيبي الله يسعدك، الله يسعدك كمان حبهم. يا الله يسعدك حبيبي. الحين اسمع، انا مسوي هذه السلسله لي احضن 30 مشهور. حلو. طيب امس حضنت وسام والشباب، فوسام قال لي لما تروح عند مهاوش، عندك مهاوش بكره، انت عندك جدول، عندك مهاوش بكره. ايوه. ولما تروح عند مهاوش شو بتقول له؟ بدك منتصر وفخري وابو ريال. منتصر وفخري ابو ريال، 100%. هو حيحكي مع ابو ريال. روح قول له، روح خليه فخري ومنتصر. منتصر وابو ريال. قال لي اوكي ابو رياده كمان. هو قال لي عباره تحضن بتضيع. عن اثنين نحسب. ايوه احسب عن اثنين ابو رياده. فاذا تقدر انه توصلني او تساعدني او اي احد. ابشر ابشر، لانه مثلا نروح الحين. باقي اسمع، الحين انت العاشر، باقي 20 واحد. باقي 20 واحد، باقي 20 واحد. طيب والله هسه هناك عم اطلع جبك اليوم الدور. يا ريان، جبت لك مشهور، هسه حتتصور معاك كم واحد بضل لك هيك؟ باقي لي بضل 19. طيب اسالني مين؟ مين؟ اخوي. حبيبي. وكذا يكون دن يا حبيبي. تمام، شكرا. خلاص دن حبيبي. الحين يا عيال راح نروح اليوم الثاني، فلا تنسوا لكم الاشتراك. السلام عليكم يا عيال، بدينا مقطع جديد، واحنا في مكان ممنوع اصور فيه، اوكي؟ دائما المكان ما اصور فيه، بس انا داخل فمطقم اليوم كشخ. فبسم الله الحين رايحين نحاول نحضن الناس. بس ساكت اشتراك. احنا دخلنا اوكي، فانا زب شعور متوتر والله، اسمع ما ادري ايش متوتر، بس انه الزبده اليوم اذا ضبطت اللي ابغى اسويه يمكن نخلص السلسله الحين. الحين يا عيال وصلنا وقابلنا شستروية. واحد بس واحد. يا حبيبي يا الله. الحين كان الاول وانت الثاني، ايش اسمك؟ فارس. فارس حبيبي يا حبيبي، الله يسعدك، شكرا. ثالث امون. حبيبي الله يسعدك، هذا حق ثاني يا حبيبي، يعطيك العافيه، شكرا شكرا. يا عيال زي كذا الحين يكون باقي لنا، حضرنا ثلاثه، فباقي لنا 16 واحد، حضرنا 14 الحين، فالحمد لله. شوف طبعا لي اكثر من ساعه، ساعه ونص قاعد استنى، بس صدقوني هذا كله عشان المحتوى، وابشروا. لا تنسى اللايك والاشتراك اهم شيء. سلسله لازم احضن 30 مشهور. ايش تعمل؟ احضن 30 مشهور يا حبيبي. فوسام قال لي انه احضنك حبيبي. حبيبي يكون سوينا النص وباقي 15 واحد. طيب يا عيال الحين قولنا احمد ايش حاب نقول لهم؟ ان شاء الله اكون انا قديش رقمي؟ 15. ال 15 المفضل عندكم اكيد احلى. يا حبيبي الله يبارك، شكرا كثير، بالتوفيق وياك. الحين انا ابغى يوتيوب. يوتيوب، فايش تبغى تقول اليوتيوب؟
اعملوا لايك وسبسكرايب. حبيبي الهق يا حبيبي. انا رقم ايش؟ انت الرقم 18. والله يعني باي 13. يعطيك العافيه حبيبي. هلا اسمع، انا مسوي سلسله لا في نحن صارفين مشهور تمام، وانت مش احضنهم يلا، وانت شخص 19 فاعطيني هاك. انا 19. انا 19 يا حبيبي. هاي كمان واحد يا عنه، انا واحد من اصحابه يا حبيبي. الله يسلمك. صار واحد 20 يلا ما تعرف الحين انا حاله 19 واحد، فهذا الشخص ال 20 الله يعطيك العافيه. خلينا نحضن كل شخص 20 الله يعطيك العافيه كثير حبيبي. طيب يا عيال الحين زي ما تعرف انا حضرت 20 مشهور، فالشخص ال 21 راح يشوف. هلا والله هذا احلى هيك يا حبيبي. الله يسلمك. تبغى تقول شيء على اليوتيوب؟ اعملوا سبسكرايب للقناه وما تنسوا اللايكات تمام يا حبيبي. حلوه الحين عبد المشهور 22 طبعا حنحضنه. كيف حالك؟ حبيبي كيف حالك يا حبيبي؟ الله يخليك. اعطينا احلى هيك. يلا طبعا يا حبيبي. يعطيك العافيه كثير. يعطيك العافيه والله. طيب يا عيال بكم فوق بالسيارة تمام، فكينا العب الله شو الحين احنا بالسيارة، السيارة الجديدة والله مع الشباب اللي يبغى يخش درايف. حياكم الله. كيف حالك؟ على قلبي. اسمع انا مسوي سلسلة فكرت احضن 30 مشهور فالحين انا ابغى احضره، لازم احضن 30 مشهور. يلا فكن حبيبي. ايش رايك في اليوتيوب؟ اشتركوا في قناته يا حبيبي. هاي كانت نهاية المقطع يا جماعة، لا تنسوا تسووا اشتراك. شوفكم باي.